كيف يكون سجود السهو؟ لقد رأيت بعض الناس يسجد بعد قراءة التشهد الأخير ثم يقرأ التشهد مرة أخرى ثم يسلم، كيف يكون هذا؟ هل السجود في الزيادة غير السجود في النقصان؟ أرجو الإفادة بالتفصيل، جزاكم الله خيرا. سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة الأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه سجود جبران، وما كان سجود جبران فإنه يكون في صلب الصلاة، وإن كان عن زيادة في الصلاة من قول أو فعل فإنه يكون بعد السلام، لأنه ترغيم للشيطان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.